بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ ده فيديو عمله شاب فرنساوي عن حدود مصر من فجر التاريخ لحد النهاردة. حبيت اوريه لكم واقدم لكم تعليق صوتي شافي ووافي، كبسولة سريعة كده تعرفكم فيها عن تاريخكم وتطور حدود بلادكم على مر التاريخ. فانا هغير في التايمينج علشان اعرف اعلق وقت ما احب، وبالتالي سرعة مرور الزمن مش هتبقى ثابتة زي ما هو عامله في الفيديو الاصلي. جاهزين؟ في عصر ما قبل الأسرات في مصر كان في ملك مصري اسمه الملك العقرب، اللي يأخذ عنه فكرة فيلم سكوربيون كينج. ده تقريبا كان 3200 قبل الميلاد، هو هنا بادئ بسنة 3000 قبل الميلاد. ماشي يلا بينا. 3150 قبل الميلاد بيجي مينا نارمر من بلدة اسمها الطينة بمديرية جرجا، ويوحد الإقليمين الشمالي والجنوبي. 2686 قبل الميلاد في دولة واحدة عاصمتها ممفيس اللي هي منف. بتخلص الدولة القديمة بسقوط الأسرة السادسة سنة 2181 قبل الميلاد، وتدخل مصر في مرحلة انتقالية مضطربة لحد الأسرة التاسعة وتأسيس عاصمة جديدة ليها في إهناسيا في بني سويف اللي هي هيراكوبوليس. وقتها مصر بتبقى مجزأة لثلاثة، الدلتا في حوزة الأسيويين والإهناسيين وأمراء أسيوط اللي بيحكموا مصر الوسطى، والجنوب اللي هم أمراء طيبة في الأسر. هو هنا كاتب إن الحاكم منقرع، إن الحاكم منقرع، معرفش ليه يعني. منقرع كان سنة 2528 قبل الميلاد من الأسرة الرابعة. بعد كده بيدخل على الأسرة الحداشر اللي هي بداية الدولة الوسطى. التاريخ الفرعوني منقسم لثلاث دول زي ما انتوا عارفين، قديمة ووسيط، قديمة ووسطى وحديثة. الأسرة الحداشر اللي هي أهم فرعونتها من تحتب الثاني اللي وحد مصر وطرد الآسيويين من الدلتا سنة 2000 قبل الميلاد، وقعد فتح النوبة واستأنف التجارة مع آسيا وبلاد بونت اللي هي الصومال. الراجل ده حكم مصر 50 سنة تقريبا من طيوة، بعدين بينط بينا على المرحلة الانتقالية الثانية اللي هي بين الدولتين الوسطى والحديثة، واللي بدأت بالأسرة 13. وقتها شمال مصر كان محتل من قبل الهكسوس وعاصمتهم واريس. حكم الهكسوس أبو فيس الثالث استفز منقرع سنقرع حكم طيبة وهزمه سنة 1650 قبل الميلاد زمن حكم الأسرة 17. تمام كده. بتبدأ الأسرة 18 اللي هي بداية الدولة الحديثة بالحاكم المصري أحمس الأول وعاصمته طيبة، وبعد كده ابنه أمنتحوتب الأول، تحتمس الأول، كل ده النوبة تبع مصر. طبعا دي كانت فترة توسعية مزدهرة. تحتمس حارب الليبيين لما حاولوا يهجموا من الغرب، وغزا النوبة تاني لما حاولوا يسوروا، ووصل لحد الشلال الرابع في السودان، وهاجم الهكسوس في سوريا وفلسطين لحد ما وصل دجلة والفرات اللي كانوا بيسموه وقتها أطراف المياه المنعكسة، وعمل لنفسه نصب تذكاري هناك على بعد 100 كيلو شمال حلب. فبدأ يتلقى الهدايا والجزية من كل البلاد اللي فتحها. هو هنا جايب الحدود الشرقية لحد سيناء بس، معرفش ليه. بعد كده بيحكم تحتمس الثاني ابن الأول من جارية ليه هي ميرت نفرت بدل ابنه الأكبر اللي مات، وبنته حتشبسوت اللي هي تعتبر عايشة حياة ترزق. علشان تحتمس الثاني يحكم بشكل شرعي، بيحكم الكهنة بجوازه من أخته اللي مش شقيقته اللي هي حتشبسوت، ويبقى هو الملك. بيخمد ثورة في النوبة وحرب تانية ضد بدو الصحراء على حدود سوريا. هنا هو بيبين انه فتح بلاد بونت اللي هي الصومال، الحقيقة ما عرفش المعلومة دي. مات تحتمس وكانت بنت حتشبسوت من تحتمس الثاني صغيرة في السن. جوزتها حتشبسوت لتحتمس الثالث، واعلنت نفسها وصية على العرش، وحطت التاج المزدوج على راسها، ولبست لبس الرجالة وتشبهت بيهم. كان عصر رخاء وكانت الجزية بتيجي من كل مكان. هنا اللي فوق على الخريطة دي ده ميناء في سوريا اسمه رأس شمرة، كان بيدفع الجزية لمصر. كانت مملكة بمثابة ميناء نشط تجاريا مع الحيثيين ومصر والأبرسة واليونانيين في بحر ايجا. بعد حتشبسوت بيمسك تحتمس الثالث جوز بنتها، تمرد عليها أمير قادش فهزمه في معركة مجدو ضمن 17 حملة سيطر بيها على الساحل الفينيقي كله وكأنه نابليون عصره. كان بياخد أبناء أعدائه ويعلمهم في مصر علشان ينشأوا على محبتها. كان بياخد معاه في حملاته علماء حيوان ونبات زي الحملة الفرنسوية على مصر. أدخلوا لمصر الدجاج لأول مرة ونبات الريحان. لتحتمس الثالث أربع مسلات، واحدة في روما وواحدة في لندن على نهر التايمز، وواحدة في القسطنطينية وواحدة في السنترال بارك في نيويورك. بعد كده بيجي أمنتحوتب الثاني ابنه. كالعادة مع كل فرعون جديد الثورات بتقوم على أطراف الإمبراطورية. أخمد الثورات. بعد كده حكم ابنه تحتمس الرابع اللي برضه تعامل مع ثورات السوريين ولقب نفسه فاتح سوريا.
وده ليه مسله موجوده في روما. امنتحوتب الثالث اخناتون اللي هو امنتحوتب الرابع المشهور طبعا انه اول من دعا عقيده التوحيد والايمان باله واحد عمل عاصمه جديده سماها اخيتاتون او سماء اتون. سمنخ كارع جوز بنته واخوه لابوهم جوز بنته واخوه لابوهم امنتحوتب الثالث. وان كان البعض شايف انه ابن اخناتون مش اخوه. نيفرتيتي زوجة اخناتون وبعد كده توت عنخ امون اخو سمنخ كارع اللي نقل العاصمه لمنف او منفس. الاسم الطويل ده كان لقائد سلاح الفرسان اللي حكم البلد من بعد توت عنخ امون اللي مات صغير. بعد كده حور محب اللي بيعتبر المؤرخين اول واحد من عامة الشعب يحكم كفرعون بجده وترقيه في الوظائف واللي استرجع املاك مصر اللي ضاعت منها في الفترة اللي فاتت. بيموت حور محب من غير ما يحاول يأسس لنفسه اسرة جديدة وانما بيسيب الحكم لتلميذه اللي بيجعله ولي عهده رمسيس الاول واللي بتبدأ به الاسرة التاسعة عشر بعد كده ابنه سيتي الاول. هزم بدو فلسطين الشاسو وبلغ كنعان وعبر نهر الأردن وحفظ لنفسه هناك نصب تذكاري في حوران. بعد كده زحف على جنوب لبنان وكان أول فرعون مصري يشوفوه في بلادهم من 50 سنة فاتت. أخذ الهدايا من ملك أبرس ورجع بعد كده قاد حملة تانية على الليبين بعد ما استولى على غرب الدلتا ورجع تاني وحارب الحيسيين في الشرق وشمال سوريا وعمل هدنة معهم. رمسيس الثاني وعاصمته بر رمسيس او بيت رمسيس اللي ورد ذكرها في التوراة حارب في شمال سوريا ووصل بيروت ووضع لنفسه هناك لوحة تذكارية. بيحارب الحيسيين وبيتجوز منهم ويخمد ثورة فلسطين في وقت ظهور الاشوريين في الشرق على الساحة الدولية. بيجي برنبتاح ابنه فيما يخص برنبتاح ممكن نقول عنه معلومة برضو ان هو في لوحة تذكارية في المتحف المصري بيتصور معها الاجانب دايما لانها بتقول لقد ابيدت اسرائيل واستؤصلت واصبحت فلسطين ارملة ضعيفة لمصر. ده على اساس يعني انها كده تبقى اقدم ذكر لاسرائيل. بعض الباحثين بيعترضوا بيشككوا في الترجمة. سيتي الثاني مرنبتاح سبتاح توسرت ست نخت. الأسرة العشرين ورمسيس الثالث صاحب المعابد الضخمة اللي تصدى في الوقت ده لقراصنة وغزوات شعوب البحر المتوسط اللي نجحوا في السيطرة على مدن الحيسيين شمال سوريا وسواحل فينيقيا وجزيرة أبرس وما تهزموش إلا على إيد الأسطول المصري لما حاولوا يغزوا مصر. هنا الخريطة في عهده مش مظبوطة لأنه من المعروف أنه احتفظ لمصر بالقواعد في أراضي كنعان وأخمد ثورة بدو الصحراء واستخرج النحاس عند خليج العقبة وربط حواصل 169 مدينة في سوريا وكوش اللي هي النوبة وإثيوبيا ومصر لصالح المعابد وده كله مكتوب في بردية تعتبر هي الأطول في التاريخ محفوظة في المتحف البريطاني. بعد كده بنكمل مع سلالة الرعامسة لحد رمسيس الاثناشر. في الأسرة 21 تعظم دور كهنة أمون فحكم رئيسهم حريحور طيبة 5 سنين وضاعت أملاك البلد في الوقت دوت وحكم الوجه البحري أسرة سمندس ومن عاصمتهم تانيس ويتصهروا مع أسرة حريحور لحد ما ازدادت قوة الجنود الليبيين المرتزقة اللي كتروا في الوقت دوت وحكم واحد منهم اسمه شيشنق اللي أسس الأسرة 22 وعاصمتها بوباسطة. حكم 21 سنة بعد ما جوز ابنه من آخر بنات آخر ملوك تانيس. كان شيشنق في زمن سيدنا سليمان عليه السلام عاد حكم فلسطين لمصر ثم إنه أخضع إسرائيل ويهوذا زمن رحبيم أو رحبعام ابن سيدنا سليمان. الكلام ده كان سنة 926 قبل الميلاد. هنا هو مش مبين الخريطة الحقيقية لأنه بيعتبر حكام الأسرة دي من الأجانب وبالتالي مصر ما كانش ليها خريطة أو السيادة على غيرها برغم انها كانت بتاخد الجزية من فلسطين والنوبة ثم ان برضو الملوك الليبيين دول كانوا بيحكموا مصر من مصر عاصمة ملكهم في مصر وبيدينوا بالديانة المصرية القديمة. بعد كده بيجي ابنه أسركون الاول بعدين تاكلوت الاول وبعدين أسركون الثاني تاكلوت الثاني شيشنق الثالث شيشنق الرابع وبتخلص الأسرة الليبية.
الفترة دي بقى كانوا الأشوريين على الحدود الشرقية لمصر والنوبيين بيزحفوا عليها من الجنوب والليبيين لازالوا بيحكموها لحد ما جه الحاكم النوبي بعنخي. أسس شباكة أخو بعنخي الأسرة 25 وبدأ يحكم مصر والنوبة باسم مملكة كوش سنة 712 قبل الميلاد. هنا بقى بيجيب خريطة مصر لأنه مش بيعتبر ملوك النوبة قوى احتلال زي الليبيين اللي قبلهم. مصر كده تبقى حكمت النوبة أكتر من 1800 سنة ودلوقتي النوبة هي اللي بتحكم مصر. كان ممكن برضو يبين خريطة الاتنين يعني زي ما احنا قلنا. بعد شباكة جه شبتاكة ابنه وبعدين تهراقة ابن بعناخي اللي قاد جيش من إثيوبيا وهزم ابن عمه. سنة 673 قبل الميلاد هاجم الأشوريين مصر وتصدى لهم تهراقة. بعدها بثلاث سنين هاجم الملك الأشوري أسرحدون بجيش أكبر وهزم تهراقة واستولى على الدلتا في حين هرب تهراقة وتحصن في طيبة. بعد تهراقة جه تانوت أمون ابن شباكة اللي استولى على منف من الأشوريين سنة 663 قبل الميلاد. 661 جت جيوش أشور وهزمت تانوت واحتلت طيبة نهائيا وكان من ضمن ما استولوا عليه مسلتين من الفضة نقلوهم لعاصمتهم نينوى في العراق. رجع تانوت أمون لعاصمة كوش اللي هي نباتة وانقطعت صلة الأسيويين تدريجيا بالنوبة ومصر نهائيا وهيبتدوا ياخدوا مسار مختلف ويبقى ليهم ثقافة وأيديولوجية مختلفة. في الأسرة 26 نصب الأشوريين بسماتيك الأمير المصري حاكم على مصر يكون تابع ليهم. وأول ما دخلت أشور في حرب مع مملكة بابل استقل بمصر سنة 654 قبل الميلاد. كانت مشكلة حكام مصر في الجنود. الأول كانوا بيستخدموا جنود مصريين لكنهم اكتشفوا أن عواطفهم دايما بتكون مع الكهنة وأن ده اللي بيشجع الكهنة على التمرد، فبدأوا يستخدموا جنود ليبيين اللي هم وصلوا للحكم. أبي سماتيك قرر المرة دي يستعين بجنس جديد تماما على الساحة هيستخدمهم كجنود مرتزقة اللي هم الإغريق. بعد أبي سماتيك تولى ابنه نخاو. نخاو مشهور بأنه أرسل بعثة استكشافية دارت حوالين إفريقيا والرواية دي رواها هيرودوت بنفسه كانت كلها من الفينيقيين. حارب يهوذا مملكة يهوذا وعين ابن الملك المخلوع مكان أبوه وفرض الجزية على أورشليم وكمل بجيشه اتجاه أشور لحد ما وصل نهر الفرات، لكن الأشوريين رفضوا يعترضوا طريقه أو يتعرضوا له. في الوقت ده أضل بابليين نهائيا على الأشوريين وبدأوا يزحفوا على سوريا. طلع لهم نخاو بجيشه فقابل نبوخذ نصر اتهزم الجيش المصري لكن الاثنين رجعوا لبلادهم. بيجي بعد كده أبي سماتيك الثاني. في الوقت ده كانت العلاقات الودية مع الإغريق بقت سمنة على عسل حتى إنهم بعتوا يسألوه عن رأيه ونصايحه في تنظيم الألعاب الأولمبية. إبريس ده اللي في زمنه غزا نبوخذ نصر أورشليم واستعبد اليهود. أمازيس وده جه بالثورة والانقلاب واحتل قبرص. وبيجي قمليس بجيشه يغزو مصر زمن أبي سماتيك الثالث. هنا حاكم مصري اسمه أمرتي استقل عن بلاد فارس وأسس الأسرة 28. الأسرة 29 أسسها نفرتيس اللي أرسل معونة من القمح والذخيرة لمساعدة إسبرطة في حربها ضد الفرس. هكر وده صد هجوم جديد للفرس. بسماتيس نقتئب الأول اللي هو الأسرة 30 وده صد محاولة جديدة برضو من الفرس للغزو بعد ما سحب الإغريق جنودهم منها من مصر يعني. في الوقت ده ظهر مصر أفلاطون وغيره من العلماء والفلاسفة اليونانيين. تيدس نقتئب الثاني اللي صد برضه هجمة جديدة للفرس وخسر في هجمة تانية ووقعت مصر تاني تحت حكم الفرس.